12 جنيه دلوقتي بنصرفه احنا رقم 2 العلبه ب 26 جنيه يعني طفل زي ده يرضع 3 علب ب 78 جنيه حرام ولا حلال دي 78 جنيه لا طب ما انا اجيبه من الصيدليه كان ب 18 جنيه احسن اتفضل يا عم كان في الصيدليه 18 جنيه كان في الصيدليه 18 جنيه ايه هاخد علبتين دي ازاي الصيدليه تبيعها ب 18 جنيه والمركز الصحي اللي هو التامين الصحي يبيعها ب 26 جنيه يبقى هو عامل ايه زود 8 جنيه على الفرده ل 6 جنيه هنجيبه منين بعد كده سيدي احنا بنعمل الورق وبعدين قالوا لنا ايه خلصوا الورق من تحت وتيجي بعد شهر تيجي تصرف تاني طب بعد شهر نصرف ليه هنصرف بعد شهر ليه يعني الواد ده يموت يعني انا مستغرب والله العظيم والمصعب ان احنا الواد ده هيموت يعني هيموت بالمنظر ده عشان يبقى شهر يقعد شهر يعني عامل لهم مصيبه قبل كده برضه يعني المركز الطبي يوم رقم واحد والله عامل لهم مصيبه ايه يا عم لو ما كنت عملنا المصيبه دي وما كنا زعقنا ولا اتنين على عنينا ما كانش اللبن جاي